صبحكم الله بالخيرات، بداية اليوم السادس. سلام لما تصحى كده على الايه، هي دي فين؟ على السحاب كده قدام عينيك. طيب احنا في طريقنا ان شاء الله النهاردة، طريقنا الى فانكوفر. الطريق نفسه 9 ساعات، والتوقفات طبعا هتاخد لها وقت، فيعني مشوارنا طويل شوية، فربنا يسهل. معرفش اذا في حاجة في الطريق ممكن نصورها لكم ولا لا، هنشوف. يلا ان شاء الله نوصل بالسلامة، دعواتكم لينا. شكرا للي بتابعوا، وشكرا للدعم الجميل اللي انتوا دايما بتقدموا لي. للأسف النهاردة ما قدرتش اصور لكم اي حاجة، كان الطريق طويل وشاق، 9 ساعات 10 ساعات سواقة. بصراحة ما قدرتش، حتى يعني الطريق نفسه ما فيهوش حاجة مختلفة على اللي احنا شفناه امبارح، فما صورتش حاجة النهاردة. كل اللي اقدر اقوله انه زي ما قلت الطريق كان طويل، يعني في اكتر من مدينة في النص نزلنا فيها شوية بس يا دوب ريحنا. كان برضو الوقت الواحد شغال بيتفرج على تونس والجزائر، مبروك للجزائر وهارد لك لتونس، معلش وفالكو يا جزائر ان شاء الله الفاين النهائي، يعني تاخدوا الكاس يوم الجمعة ان شاء الله. ما فيش حاجة النهاردة اقولها لكم غير تصبحوا على خير، ونشوفكم بكرة ان شاء الله. احنا الساعة خلاص قربت على 10 دلوقتي. عملت قائمة بالحاجات اللي انا هزورها في فانكوفر، انا قاعد 5 ايام ان شاء الله، يعني من مع النهاردة لحد همشي للجمعة، منها يوم هطلع للفكتوريا ايلاند باذن الله اذا ربنا اراد. وعملت كده قائمة بالحاجات، واكيد هنصور لكم كل يوم بيومه اذا ربنا اراد. شكرا للناس اللي امبارح ردوا عليا هنا في السناب شات لما تكلمت عن ايه اللي في اليوتيوب وايه اللي مش في اليوتيوب، وايه اللي هنا وايه اللي في فيسبوك، والمواضيع اللي انا ملتزم بيها هناك، او يعني اللي انا بفكر انا اعملها هناك في اليوتيوب، والحكاوي اليوميات هتكون هنا في سناب شات الى اخره. في ناس كتير ردوا عليا بيشجعوا وجهة النظر دي، فشكرا لكم جميعا. في حاجات كتير حلوة عديت عليها في الطريق ان شاء الله، بفكر باذن الله ان انا الكاميرا بتاعت العربية افضي كل التصوير بتاعها، بس ده مش دلوقتي اكيد، اذا ربنا اراد لما ارجع ساسكاتون، واختار لكم شوية مقاطع منها وانزلها في اليوتيوب بقى، تصوير كده مقطع كده بتاع 10 دقائق مثلا عن الطريق وعن الجمال الطريق اللي صورته لنا العربية باذن الله. وفرصة بدل ما فيش صور خليني اتكلم معاكم شوية النهاردة. خليني الاول اعتذر من الناس اللي هم بيقدموا لي اقتراحات بشكل مستمر، انا فعلا شاكر ليكم، وشاكر انكم بتفكروا في الموضوع ده، وبتفكروا انه كنت ازاي ممكن يا عبد الرحمن تعمل حاجة احسن للجميع. لكن انا مش هقدر اعمل كل حاجة، انا في الاخر لوحدي، ووقتي اللي انا حاطه للموضوع ده مش كافي ان انا اقدر اعمل كل حاجة، ويدوب مبتدئ في حاجات كثيرة، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل معلومة بشكل يعني يوصل بأقل جهد ممكن. أنا عارف أنه في غيري ممكن بيعمل حاجات أفضل شكلا وصورة وتحضيرا إلى آخره، لكنه ما أقدرش أعمل أكتر من كده. فأتمنى أنه على الأقل في ناس تستفيد من اللي أنا بعمله. أنا متأكد اللي مهتم بكندا والمهتم بالهجرة إن شاء الله في استفادة، اللي مش مهتم بالكندا ومش مهتم بالهجرة يعني أتمنى أنه يلاقي حاجة ممكن تكون. فكنت بقول الناس اللي هم مش مهتمين بالهجرة مش مهتمين بالكندا، أتمنى أن هم يلاقوا حاجة ممكن تكون مفيدة لهم في القناة هم كمان. يا رب يا رب يقدرنا أن احنا نوصل معلومات على قد ما نقدر، واعذرونا على التقصير دائما. أنا تعبان، شايفين شكلي إزاي، أطلع نام ونراكم بكرة على خير بإذن الله.